لبنان انا كنت ببقى لما ران كيسه بس انا ما عندي ران ده وحا ران تيجي انت واحده ثانيه ترى بصفك استاذه رنت واخري عني ايه ما عملي شيء كذا يعني خوافه ما خفت مين اخذ مي يرجع يلا وعد مو بعدين خلينا بس نتكشى رن حط ماسكرا لا ما انت وش حاطه انا اي انت حاطه ماسكرا انا انت مكياج انا انت الغرفه والله العظيم اني مو حاطه شيء والله العظيم بعيونك الا راج راج اي بس راج اما ماسكرا كحل لا اي لا كحل ما حد يحط كحل لا انا عادي نحطه انا حق حل انا امس انت لما كنا رحنا بيت خالة انا خالة ولا خالتي خالة رحنا بيت امس عندهم رحنا ولا حق القطاوة هناك انا ما عندهم خالتي صغيرة ما تخاف منها ما شاء الله تلحقها ما شاء الله حتى رحنا تلحقها انا امس كبيرة اخوي كبيرة صغيرة قال ابغى البس ثوب قلت طيب وعلى طول سويت له مسكرة ومسكرة وكذا حطيت له طويل ثم لبست بستان قال صوت من طول صار بستان انا اخوي غمضت عيونه حطيت له روج شوي حطيت له لبست فستان حطيت له قرنين بس انا حطيت له اغراض قاعد ارقص امي تقول معلش تحطون تشات تعرفونه اي تحطين ثم تشيلينه شيل تبغى روح لأمريكا وأنا قاعد زحال. يروح لأمريكا. اجلس بس. يلا. ما نبي نجلس في صفكم. نبي نجلس صف ثاني ألف. طيب أنا صراحة أنا ثاني ألف صدق. امشي. زي. امشوا يلا صيح يلا صب يلا لا يلا لا هاي تعالوا الفصل الثاني سلف يلا بسرعه يلا روح الفصل طيب الفصل الثاني سلف يلا طيب وانا لأوريك لوريك لا وديك عند عند الاداريه لا الدنيا ما هي غايبة نعرف كل شيء. أي شيء. صعي الله أمسكيها. لا تخليها أبدا. آي صوتي. سالي بسرعة. طيب مدرسهم دول مدرسهم مش دول البنات. هاتوا كل شيء. كني رن. أي شيء. ماما تعبت لا 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 لا
بسرعة. يا أنا عندي لعبة. نلعب. يلا بسرعة اجلس. نلعب منشط. عندي لعبة. عندي لعبة. لا نلعب منشط. لما جمعة. أي عادة خلص جمعة. أقول الساعة. فمن الثاني الجنب تكون صندوق فمن الوهاد تكون ثم إذا سكتها هي خسرانة أو إذا وخرتها وطقت الثانية هي خسرانة. باقي أطور الحين الدائرة. لا لا تمسكها لأن أنا تعالي كذا مسكتك أنا أجلس تجا تعالي قصدي بسرعة تعالي زحبي خلي 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 شن تجلس يلا نيرالو انت فيك نيرالو وش اسمكم كبروا كبري ساره ساره كبروا طيب كبروها مره ما كبرنا بس طيب روحوا هناك شوي انا طب انا بستني قرب قربوا جنب بعض عشان يمكن يجي على فتحه كذا يعني لا اذا جت كذا كذا انت تسالين هذه زي كذا اذا جت كذا انا اسالك او كذا 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 وانا واحد ثلاثة ميران يلا سأليها سأليها سؤال. لا ميران تقول لها لا. هذا لأن جاء الأخضر عليها لا اللي إذا جاء الأخضر عليها هي أجل يلا أنت سأليها وش تحبين أمك ولا أبوك ما يفرحك عادي في ناس يحبون أمهاتهم طبعا كلهم بقول أنا طبعا كلهم لو هذا أنا أمي وأبوي لا واحد خلاص أمي خلاص يلا انا ابو يلا يا رجل ويلك 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 من ابوك لو شاف الحلقه بيجي لا عادي 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 يا وحيد هذه سالي هذه اي يلا اساليها اي اساليها سؤال مين تحبين اكثر اختك ولا عمتك ما في كذا غيره غيره يقولوا مثلا روحي ارقصي ولا صرخي اقوى صرخه عندك كذا مو تقدرين تسولفين بهذا والله كبي على سموية ولا صرخي لا لا ما يصلح ما يصلح لا ما يصلح حاطك حلو ما يصلح حتى ما يصل ما يصير احنا برنامج بيخرب والله بقيت بنوتات عرفت الطشين كذا الزرع ولا الصرخين لا ما يصلح ما لا مو ولا ولا ترقصين لا يعني لا ولا بدون يعني مو زي لو خيرك كذا ولا لا لا مثلا روحي ارقصي روحي ارقصي لازم تسويها ارقص كذا بنات ارقصي او مثلا ضمي واحده من بنات كذا من لا 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 انتي انتي ابغى اسعد السؤال حلو ارقصي ارقصي لا ضايع لا لا كل ما يدرس ارقص 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 ارقصي لا لا ما حد يفهم اللي قاعد تساليها ارقصي و بس 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 سؤال واحد يلا بغني انا يلا غني غني ما سؤال لا اغنيه اغنيه لا انشوده اكثر ما عند البنات عرايس وجباصات مركين وفساتين تحلى معهم الحياه تحلى معهم الحياه كل الدنيا ودي تبقى بالودي هذا لون البنات واحلى شيء عندي واحلى شيء عندي بس شيء عندي تقول شبسات حتى في الطريق تقولها قول بشوفان اللي تقولها طيب بطل صوارها ها هاي اوف خلاص عنود قومة قومة اليوم سنعنا مو عن نغمية غير انشودة اسكتوا انت ارقص اكثر ما عند البنات ارقص يعني والله من زمان ما رقصنا يلا بسرعة قولي كذا انا لا انت مين سالها انت لا والله هي كذا طريقه لا والله قبل شوي كذا والله قبل شوي كذا يلا طيب اتحداك تضمي الراند ولا لا بدون ولا بس تضمي الراند لا بس بس تضمي الراند زي كذا اذا ترى ما طبقتي هذا الشيء تطلعين بس كب موي يعني اذا ما سويتي هذا الشيء تطلعين من لا وش تسوي اضمي رند الشيء يلا لا شوي ها ضميت خلاص ضميت انا ما عند البنات عرايس والشباصات مناكير وفساتين تحت ما الله
يطلع. انقل مين؟ مش بس حنركز. احلى ما عند البنات عرايس وشباصات مناكير وزنزير. هنا احلى ما هو بالحياة شباصات وش أصلها فرقتي اليوم بنروح لها عشان كذا لابستها. أحلى ما عند البنات عرايس والشباصات مناكير وفساتين. تحلى ما هم الحياة كل وردي تبقى باللون وردي. هذا لون البنات وأحلى كلها مفتوحة. أحلى شيء عندي عشان ما تتكلم خلاص. عرايس الشباصات مناكير وفساتين. تحلى ما هم الحياة. البيت ما شاء الله تقول شا 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 شباصات. الحين ما تقول شيء. طيب يلا استاذ كل واحدة بخليها تقول سالفة. لا كل واحدة بخليها تقول سالفة. لا أنا عندي أقول سالفة. لا لا مو الحين صبري. أول شيء كل واحدة بتقول سالفة. يلا عندك سالفة ضحكتك يلا. شو اللي حطيتها؟ اي بس نشوف لا صدق يلا ما عندك. شفتها مرتين ما عندك. طيب انشد الأنشودة يلا. أنشودة؟ ايه أنشودة عندي. أنشودة من زمان قلت لها حاجة عندك. عرفتوا تعال شفتوا عيد عيد عادي. ايه انا بس ما ابي حركه. اسوي حركات ولا لا؟ لا مو بلازم عادي. سوي حركات يلا عطونا. اقول لا لا عادي عادي قوليها. عطونا عيدي خدت عينيكم في حالة زينة والفرحة فيكم. عطونا عيدي خدت عليكم في حالة زينة والفرحة فيكم. جعل الفقر دم يطغن عليكم. جعل الفقر دم يطغن عليكم. طلعت واي طلعت. يلا عطونا عيدي عيد عليكم. يلا يلا عطونا عيدي عادت عليكم في حال الزينة والحالة حب. حلا حلا في وجهك بس. انت حلا بوجهك. زينات انا عندي شودة دودة. يلا انا عندي دودة. لا انا شودة. يلا عطونا عيدي حلت عليكم في هذيك المرة. كنت انا ماما هذيك المرة في العيد اللي قبل في واحد مجنون جاي يقول عطونا عيدكم كذا. قصدي نعطيها الرز. خذ عيدي. شكرا. خذ عيدي. ابي مويه. هذه عيدياتكم. وش عيدية دي؟ شكرا. هذه عيدياتك من زمان ما اعطيتك. اوه عيدية عيدية اعطيتك. اعطيتك عيدية. ليش المي انفتح عيديتي؟ افتحها؟ اي افتحي عيديتي. وين دي بعد افتحي عيديتي؟ عيدي. انا ما شاء الله كبيرة عارف افتح عيديتي. انا عارف عارف. ايش ما ابي؟ رن والرفيف. ما جت. وتمارة. ما تجي ما تجي. ماما تمارة. ماما تمارة. رد نرقص صح مع البنات؟ لا ما تبغى. لا انا اشد لكم. يلا احلى ما عند البنات عرايس وشباصات مناكير وفساتين. تحلى ما هم الحياة. تحلى ما هم الحياة. وهم احنا نغني. يلا يلا احلى ما عند البنات عرايس وشباصات مناكير وفساتين. احلى ما هم الحياة. هاي استبلع الرسمين عندنا.
الإزعاج كذا أكثر ما عند البنات. خلونا نتحسب مزعجين. ماما أنت وجهة راند راند لا 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 أمهات نحن ما يجونا أمهات بقدر أسموت ما يجونا أمهات صح؟ وش تقولين؟ اللي بعد الحلقة يجون ياخذون لا إيه إحنا بس أمهاتنا يجون بعد الحلقة. أنا بعد أنا أمي أنا ما جبت بعد أنا عمري 9 أنا أمي أنت زيي قعدت أنت يا برابا لا راح أتعرف زيي أنا عمري 9 زيي بس هي أكبر مني شوي بس عندي خوي رند كم ورد خوي رند دودة 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 وصلت أسبوع دودة إي والله اسكت 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 صاروخ يومين يطلعنا اسمع صوت أسبوع حاسة الغراب طيري طيري تقدر ما تقدر الإنسان بالله يطير طبي طبي أنا أقدر أطير أنا أقدر أطير عداني يلا فنزاي فنزاي قطع صرافة بعينك ليه النبورة مسكينة لا تنطر عطونا عيد عادة عليكم ساكنة صوت أنا جاي صوت كذا وكذا وكذا خلينا انا لا الا اسوي كذا يعني هذا المسرح لعبه حلوه نلعب اسمي اسمع حركه اسمع اقول يلا او نلعب كذا اقول شيء مسرح اقولها بس بدون صوت كذا لا لا كذا كذا نسوي كذا اشكال واللي يقولها خلاص الثاني يقعد وهو اللي يسويها عرفت عن الاولى يلا المسرح كبير لا اليوم احنا في المسرح احنا بعد الدرب وشو اليوم في المسرح اليوم احنا في المسرح شو جاي خارج مرقه يوم عيد ميلادي ورحت وجبالي كيكة وصولي كيكة شاء الله بنفهم هذه على الأقل قولي أنا في مسرح أنا في بيت كذا يعني مو جملة كبيرة يلا 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 صغيرة مرة يلا داري لا لا داري لا داري لأن ما حاولت وشاك اليوم وش أسوي اليوم ما اليوم طف أنا طفشانة لا اليوم 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 عيد ميلادي عطونا عيدية لا تقول اليوم ما حطونا عيدية يعني يا عليك شعرك دي بزرة يا طايحة طايحة اليوم رحنا البر اليوم رحنا اليوم أنا في العانة اليوم أنا اليوم في الشارع أنا اليوم في البيت أنا اليوم طفشانة أنا اليوم في برنامج بالتات اليوم بحديقة أنا نرقص نرقص قلت وعليكم السلام أنتم شو وضعكم أنتم شو وضعكم أنتم قلبي أمه ملاها هنا راند ميران أنا كل أسبوع أجيكم تسوون لي حبشة هنا ها سيرك مسوين هنا
ايش صرت محرر؟ لحظة احنا انا عندي ايوه انا ايش قلت؟ ها رند وين ميرال رند؟ انا ابيهم هذول وينهم؟ ها انا الحين كل اسبوع بجيكم تسوي لي هنا حبشة وملاهي؟ ولا حيوم هذه ملاهي المشاهدين ازعجتوهم قروشتوهم ازعاج هنا ما ينفع كذا انتم الحين قلتوا لي موعديني بتسوون ايه حتى استاذ عبد الله يمكن يستقيل من البرنامج يقول انا صراحة ازعجوني يا فهد وش الكلام هذا؟ ها؟ رند ميرال لما اكل نعم شلون؟ نايمة نايمة؟ يلا قومي صح صحي نموها طيب. نموها يلا نستريح هنا شوي ايه تلبونا؟ ايه يلا نستريح خلنا نستريح استريحوا يلا يلا استريحوا تعالي هنا تعالي جلسي هنا يلا استريح هنا استريح تفضلي تفضلي الله يعطيك العافية يا هلا وسهلا ومرحبتين كيف حالكم؟ طيبين شو اخباركم؟ طيبين طيبين وش مسوين؟ طيبين طيبين وش فيك انت رند صايرة مزعجة؟ صدق صدق يعني خلينا نتكلم في الواقع يصير يعني صحصحة شلون صحصحة؟ صحصحة روحي روحي اكيد فرحانين طيب يلا خلينا نسولف معاكم اليوم روحي روحي اول شيء نقول حياكم الله كيف حالكم؟ طيبين طيبين مبسوطين؟ ايه طيب خلونا نتعرف عليكم من اول من جاء معانا هنا يلا صوتي غينة شو اسمك؟ غينة يا هلا وسهلا بغينة وانتي عسل؟ سارة الدريس ونعم يا سارة وانتي؟ نعم شو اسمك؟ طيب وانتي؟ هيا هيون معانا وانتي شو اسمك؟ قولي اسمك يلا هيون خالد الخلاص ونعم والله ما شاء الله أرنب انتي اليوم يا هيونة متعاقدة مع سناب شات؟ فلاتر سناب شات؟ ها؟ مسوي عقد معاهم يعني تسوقين لهم بدل الورد وكذا؟ ها؟ وانت يا جوري يلا يعني انت يا جوري شو اسمك؟ ايه عشان الناس يمكن ما تعرفها الناس اول مره يمكن تشوف ما انت اول مره تشوفها يمكن لا بنوتات لا حتى لو كان يعني حتى انت قولي اسمك يلا يلا انا يلا الجوري عثمان العثمان التميمي ونعم وانت؟ خديجه خديجه عند شاني وانت يا شو اسمك انت يا الحبيبه؟ ميران طاري ونعم وانت؟ دلال عبد العزيز دلال قصر رشود شو اسمك؟ دلال رشود ونعم والله وانت يا عسل؟ ريناد الفهد يا هلا وسهلا فيكم حياكم الله نقول لكم ومرحبتين وهلا وسهلا فيكم كذا ركود كذا احنا نعرف نسولف ونعطي الناس مجال يا رند ويا ميرال الاسبوع الجاي انا قعدت اسولف انا سافته والله اي واحد سولف معك قول لي ما انا ما سولف اليوم ما تكلمت معه كذا ايه طيب اليوم في مفاجاه هم يقولون ايه وين من قاله؟ يقوله لا ما في شيء لا في مفاجاه ما في يا قلبي طيب وش اليوم نتكلم عن ايش؟ عن موضوع حلقتنا عارفينه؟ شو اسمه؟ ايش اقضي بوقتي؟ شو اسم موضوع حلقتنا اليوم؟ وقت فراغي ها؟ وقت فراغي وقت فراغك يا سلام عليك اليوم احنا اللي بيتكلم عن وقت الفراغ وكيف احنا نستغل وقت فراغنا اول شيء نقول مشاهدين حياكم الله واهلا وسهلا فيكم اليوم معنا في حلقه جديده من برنامج بنوتات اليوم هالبنات انا ودي انوه على حاجه علشان الكل يعني اللي تابعنا يشوفنا احنا عندنا نجمات اساسيات في البرنامج وعندنا كل اسبوع ان شاء الله يعني كل يومين راح تكون معنا مجموعه من البنات عشان احنا برضو نكمل فيهم مع باقي البنات اللي يحضرون معنا هم كلهم نجمات اكيد اللي يحضرون معنا فاحنا حطينا خطه انه كل اسبوع راح يكون معنا بنتين او ثلاث بنات ان شاء الله علشان نعطي مجال للناس الثانيه تشارك معنا صح ولا لا مو هذا افضل شيء طيب عشان كذا اليوم احنا راح نتكلم عن كيف نستغل اوقات الفراغ احنا نبغى منكم انتم زي ما عودتونا دائما تشاركونا في هاشتاج برنامج صيف بنوتات اللي موجود على تويتر وناخذ مشاركاتكم اللي راح تظهر عندكم في الشاشه موجودة؟ لحظة شوي في الباب يطق يا جماعة الخير. من؟ لحظة. مرحبا يا أم. السلام عليك. شو السالفة؟ لحظة شوي لحظة. سمي يا أمي وش شكلك مضيع أنت يا أمي ترى هنا مو حق شغالات الله يعافيك هنا بنوتات. شلون؟ أنا عندي غرفة هني شلون؟ والله يا ولادي انا هني عندي غرفة ايه وشكلها هاي صح؟ تعالي تعالي انت وش تعبك عندنا هنا الله يعطيك العافية؟ انت منحاشة من بيت ولا؟ لا انا ابي شغلة صغيرة هني انت منحاشة من بيت الله يعطيك العافية؟ بعدين وش في برقعكم معفط؟ لا عشان طحت و ها؟ طحت والكفرات صار في مقلوب
تفضل هناك الله يعطيك العافيه. ترى ترى بتسرقكم الحين. تفضل هنا. تفضل يا استريح الله يعطيك العافيه. تفضل الله يعطيك العافيه. لحظه انت شكلك مضيع يا امي الله يعطيك العافيه. انا اروح. انت برقعك المايل. ايش وضعك انت؟ لا يا بنت. انت وين شغاله؟ في بيت الله يحفظك. ها؟ سته. بلا تقعد جوازات يا شيخ ولا ها؟ بيت سته؟ ايه. شو شنطه معك؟ وش ذا الشنطه ايش فيها؟ لا. ها؟ وش ذا الشنطه؟ عيب. بس والله عرقت برقع صراحه. برقع ما له حل. تبغين احد من البنات يعني قصدك؟ ايه. يا ويلكم ويلاه. ما معك عجره شيء؟ الا معي سكينه. اوف. ايوه واضحه الامور. لا لا بالله جد جد. لا 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 طلعين شيء الله يعافيك. بس وش ذا اللبس اليوم؟ لابسه عبايه وش اسمه؟ بخطف وحده. شكلك انت قاعد تبيعين براقع برا تحت عند القناه وقالوا لك ادخلي. ايه بس معي اغراض ما دخلوها. وش الاغراض؟ براقع وثياب. ها ما شاء الله. تعالي تعالي نسمعنا تعالي. ممكن تسمعنا معنا نتعرف عليك اكثر. انت ما ادري عجوز ولا شغاله ولا وش الوضع؟ اثنينهم. اثنينهم شغاله وعجوز. إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. سلمي تفضلي تفضلي. سلموا عليها سلموا عليها. يلا يا بنت سلمي. يلا انت واخري. وانا المدعمين وانا اضرب ابني واخر. يلا يا بنت تفضل يا امي تفضل. الله يعطيك العافيه يا مرت. اقول يا امي ريحه شو اسمه ريحه كشنه. اي توني ماكله من المطعم. ما شاء الله ما صلحتي؟ لا لا. وش من وين انت؟ من وين انت الله يعافيك؟ والله انك صراحه انت ما شاء الله عليك. انا من كل الدول. كل الدول؟ ايه؟ ما شاء الله عليك قلبك كبير. ايه حيل. ها؟ حيل. شقك مفروشة؟ ايه. وشلون يعني طيب يعني شلون يعني واحد ما اعرف يسولف. طيب شلون ايش تبين عندنا انت جاية؟ جاية اخطف البنات. تخطفين البنات؟ ايه يدخلون شنطتي. بشنطتك بعد؟ ايه؟ لا لا والله جد يعني انت منين جاية؟ منين جاية؟ لحظة لحظة نشوف لحظة. انت لحظة انت اهل القناة وقع معك عقد يعني قالوا تعالي اشتغلي معانا في بنوتات يعني. ايه ايه. ودخلتي اليوم بالغلط. ايه. ها بس صراحة. لا ما ادري. ها؟ ما ادري. عندك قصيدة صح؟ عندك شعر ولا؟ ما ادري. ها؟ لا ما ادري. عندك شعر؟ لا. يلا سمعينا شعر. ما يلا. عندي. بس اللهجة اللي قبل شوي كانت حلوة يعني لا تغيرينها. يلا. يلا قولي تفضلي جاي يعني ها؟ سولفي خذي راحتك يعني معاك المايك. يلا شلونكم يا بنات؟ جلسي انتي. جلسي اسمعوا كلام الجده. هاي والله البنت هذه الصغيرونه سنها هالكبوط بعد. ايه انا. انتي. لا والله. لا لا. طيب يا جده. يلا جلسي انتي. انت شو اسمك؟ جده مين؟ جده ايش؟ جدتك. جدتي الله يعطيك العافيه. انا لو جدتي كذا انتحرت صدقوني ما عاد اجلس يعني في الحياه. زي ما عندكم هنا مستشفى قريبة أبي بطاطس وعصير في المستشفى؟ إيه. إلا عندنا مستشفى إيش اسمه بيتزا للعيون. يلا ودني إياها باخذ عيون. عشان؟ عشان ركبها للبنات. هذه زعبة اليوم والله جدة حقتنا ذي اليوم من اسمه. طيب أنت يقولك شاعرة صح؟ أحس إنك شاعرة كذا. أشعار. ها؟ لا 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 تفتشين؟ لا عيب في رجالين عيب. راحوا راحوا. يلا 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 قولي. يلا شوف وجهك. يلا. هذا مين عقل؟ يلا قولي. هذا ريال. ريال؟ ايه ريال. ريال؟ لا طال عمرك انا ماني بريال انا. انا 5 ريال. طيب يلا قولي قولي القصيده اللي عندك تقولينها. اي قصيده؟ ما ادري يقول شاعره و يعني يعني ما جبناك امس اليوم جايه بتنكره معنا. ايه متنكره اليوم؟ ايه علشان اخطف البنات. اخطفيني. بس انا تشني 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 عرفتك. مين انا عجل؟ منو جاينا هالحزه؟ صح انت؟ مين انا؟ انت مو انت اللي انا اعرفك؟ لا انت مو انت اللي تعرفني. شلون؟ شلون؟ مو انت شو اسمها هذيك؟ لا مو هذيك انا. اجل انت مين؟ هذاك؟ انا رنت. رنت؟ شلون؟ هذه كذابه هذا رجل آلي. هذا رجل آلي؟ ايه. يا كذابة انت رجل آلي؟ طبعا رند من سجمة خاصة جو مع العباية. ها؟ طب ايش رايك؟ ايش رايك يا شو اسمك انت؟ ام حديجان؟ لا. ها؟ شو اسمك انت؟ انا عجوز قريح. عجوز قريح؟ ايه. ولد اسمه قريح. بعد ولدك اسمه قريح؟ ايه. الله يقاصرنا ويقاصركم بالاحسان. طيب وش ما اعرف هذه البنت؟ ما تعرفينها؟ وش لا لازم تعرفين. يا ويلك لا تعرفك اذا عرفتك بتاخذك. أنا على هذه الموية ما
اليوم لا وين ها باخذكي من المطبخ ما باخذكي من المطبخ لا ما ينفع سولفي لها سولفي لها قولي لها وش من انا لا. جاي ابيع لكم لا ما يصير سكاكين وخرابيط ما ينفع حياك الله هي اليوم جايه تبيع لكم ايش اسمه ملابس براقع ودراري وجلابيات المخرج عيد يدخلها استاذ عبد الله دخلها يعني الانسانه قاعد ترزق الله يا استاذ عبد الله وانت قاعد تمنعها من ان تدخل وتبيع يقول لك استاذ عبد الله ما احنا في البطحه احنا خلي براقعك ومع السلامه الله يعطيك العافيه يعني اروح ها اروح اودي براقع واجي لا والله ما ودي انك تروحين صراحه والله بعد البرقع انا استولي انك شغلتنا في البيت انت ايش عارفين كذا بالبرقع ما شاء الله كانك توك وحده فلبينيه توها جايه من الفلبين لبسوها لبسوها اهلها عبايه كذا فجاه شكلك جاي من المطار هنا ها اي والله انا دايره جايه ادور على راند هذه اللي تذاب تقول لي انا راند صدقيه وجايه اليه هي ذيك يلا قولي لي هذه هي عندك يلا قولي ها انت اليه صح؟ لا تذبي طيب سولفي سولفي شلون؟ لحظة طيب لحظة وش تقولين؟ جزمتها صغيرة وحقت البنات جزمتك صغيرة وحقت البنات تقول لا هي كبيرة بس انها عاد تعرفين كبيرة بس انها عاد ما شاء الله مع الكبر صغرت كل ما تكبر تصير صغيرة هي كل ما تكبر تصغر وطيب انت كبيرة الحين ما لا بس هي انا عجوز هو شبابه وري ارفعي ارفعي وري الجزمه حقتك تقول حقت صغار بعد جزمه بيضة ايه وريها وريها شن ارفع 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 شوي شوي ارفع زاد زاد زين ها لو انك عجوز كان رجولك متعفض مو لازم تنعفض مو لازم تنعفض هي مركبه ما شاء الله عازل مركبه عازل نسوي عمليه رجلك يلعمونها ويصغروني عمليه تجميل اقول يا عمتي انقلع خذي براعينك ويلا يلا برا يلا مع السلامه على كيفكم على كيفنا اللي دخلك المشرف بالغلط هذا كنا هذا بيتنا اللي كنت ام بس وهذا بيتنا جابك ببيتنا هذا الاثنين اللي ورا اجلسي ايه ايش فيهم؟ ام لسان ايه ايش فيها؟ تبون اسرقها؟ اسرقيها والله؟ ايه يلا تعالي واخري لا سرقت معاهم وذبحك بالسكين بعد طلع سكينتي طلع سكينة عندك سكينة ولا سكينة؟ اسمع لا يا قلبي يا حبيبتي سكين ما سكين خرابيط انت وين فندام انت الله يعافيك سكين ما ينفع سكينها ما ينفع لا ما ينفع نعم بالغلط اسفين تعالي يلا طيب تعالي يا جدة تعالي اجلسي استاذ عبد الله ركز معانا غمضي عيونك تعالي مرة لبيك لا تعالي لا والله ما جي والله خلنا تعال يلا لا انت تعالي تعال اجلس انت اجلس يلا اي خليك كذا غمض عيونك واخر يدس عن البرجع واخر يدس يا ابو يا شو اسمك يا ابو عجوز لا جابس مفاجاه انا جبتها جابك مفاجاه يلا شوفيها يلا جابت له مفاجاه يلا تعالي هنا يلا غمض عيونك غمض عيونك يلا يلا خلي يشوفونك سلمي عليهم شنو برقع خلاص طيب والله العظيم كنا شغال صدق يعني مرسوم يطلع الله سلموا على بعض يلا يا فرات الله يعطيك العافيه روحي حطي براقعك وتعالي الله يخليك يلا احتلام يلا بسرعه انا حسبتها واحده ثانيه بنت غريبه انا عرفت انها بسرعه يا فرات يا جموري سكان يعطيك العافيه يلا شكرا هذه الهديه جابت لي اياها شو اسمك انت دلال دار شوت شكرا مره على الهديه يعطيك العافيه
تعقدنا انا يلا سريع ها تعقدنا انا نجيب نروح طيب ان شاء الله ان شاء الله يلا سريع هنا سريع يبنياتي اسكتوا بس يلا خلينا نتعدي طيب اليوم احنا بنتكلم عن طبعا احنا سوينا معكم شوي بس كذا مشهد عشان فرات تسعدون منسقين معاها منسقين معاها انها تدخل بهذه الطريقه عشان تسوي اكشن بس مع البنات شوي طيب احنا اليوم بنتكلم عن استغلال وقت الفراغ ها وحلو ان احنا كل ابونا وكل امنا وكل ابونا يعني اللي موجودين ها ابونا وامهاتنا يعني انه نستغل وقت فراغنا صح ولا لا في ايش في ايش نستغل وقت فراغنا في ايش نستغل وقت فراغنا يلا تفضلي في اعمال يدويه حلو ممتازه يعني اشياء تستفيدين منها ايه حلو يعني تجيبين زي يعني اشياء تسوي فيها حلو اشياء يا سلام عليك تفضلي اقرا قران اقرا قصص هذه الشيء مفيده والون ارسم و لا اصبري ايه وذا اساعد ماما فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما وازر اصدقائي بس ممتازه يلا تفضلي يا جودي انا بقول شيء اول بعدين بقولها يلا الاول شيء شو ممكن قولي سرعه قول اي شيء يلا انت لا انت اللي يطول ترى بيروح طول انت ما ادري شو اسمه انت فراغ تعالي بقول اول شيء بعدين افتكرت بقول لكم مساعد امنا اعرف امنا خلصت الغسيله اساعدها او صوت سكينه من فرات ايه انا عرفت الزنيه هنا انا اكتبت بلايك لما لبست عبايه وتنصح الاكوان وتسلمين سنة وتدعين لربك وتعادين لأخوك وتتفهين لأخوك وبس بس ما أذكر وشو في شيء ما أذكرها ها؟ في شيء ما أذكرها وشو؟ ما أذكرها يلا اللي بعد يلا أنا طيب يلا هلا والله فراد كيف حالك شلونك يلا قولي تفضلي على استغلال وقت الفراغ يلا يا رند يلا وقت الفراغ لا انتظر المهم شكلك انت بتقولين اللي انا بقوله وقت الفراغ ان مثلا في ناس في يعني بعض الناس ما هو قصدي ترى من بنات مود ولا احد في مثلا بعض الناس يعني يصحون الصبح يروحون الدوام بعدين يخلصون بعدين لما يرجعون من الدوام يرتاحون بعدين يعني طيب انا داري بس انتظر وزي كذا ما عندهم وقت فراغ يا سلام زين؟ عليك حلو بس في ناس غير وقت فراغهم 24 ساعة على الجوال 24 ساعة على المهم على الأجهزة يعني. حلو هذا شيء يعني لما يكون عندك وقت فراغ يخرب عليكم يعني مثلا يخليك انت تفكرين بأشياء غلط وانا وفي كمان ناس غير يعني عندهم وقت فراغ زي علم الناس يقرؤون كتب يقرؤون قرآن يصلون الصلاة يعني يصلون وذا كذا حلو وأنا ماما شرت لي من المكتبة قرآن إيه هذا قرآن في أجزاء من 1 لـ 6 هذا حلو إذا قرأتها لأن أسود الثاني وبتجيبين هدية اي وانا في بعد ما خلصت كل شيء واعطتني هدية وكل شيء ايوه خلاص دخلتني في نادي سباحة
أنا بدخل نادي السباحة بعد نفسي. كل أسبوع بكل أسبوع يومين. حلو. بس. يعطيك العافية. أنا. يلا يا ميران. وقت الفراغ إننا يعني ناخذ شيء نستفيد منه. ندخل مثلا نادي سباحة. حلو. جلودة. لا ولا جلودة حلوة. ندخل نادي سباحة. نقرأ القرآن. حلو. ندخل تحفيظ. ممتازة. يعني ندخل شيء نستفيد منه، مثلا نفس ندخل انجليزي عشان نتعلم انجليزي مثلا. خلصت بس. بابا هو اللي جايب اسمه. انا يلا. يلا يا فراس. انا ممكن تيصغير. بس تيصغير. يلا. ترى انا ادخل نادي السباحة اللي ما دخلتها. على كيفكم انت؟ انا والله بدخل. يلا. الإنسان راح يتعاقب على كل وقت فراغه، يعني الله راح يسأله وش سويت في وقت الفراغ، فأنا حابة إني أقول لهم أقضوا وقت فراغكم بأشياء تستفيدون منها، مثلاً يعني نروح للمكتب ونشتري كتب ونقرأهم بالبيت ونستفيد منهم، أو ندرس دروس. طيب أنا الحين عندي مدرسة وحليت الواجب وخلص، أروح أدرس الدرس اللي راح ناخذه علشان أكون فاهمته عدل. ومرة يعني ندخل نادي، يعني أي نادي، يعني مثلا نادي علمنا كيف الأعمال عشان لما ندخل يعني لما يصير عندنا حصة الفنية نرسم أشياء أو نعرف نسوي شيء. حلو. ويعني نقدر يعني نصلي يعني صلاة استخارة ويعني كذا أشياء. ممتاز. نستفيد منها. حلو. أستاذ ممكن لك شيء في أبنك شيء؟ فيدني تعالي يلا. وانت يا ادريس تفضلي. اقرا القران، اروح المركز سباحه، واروح المعهد اتعلم الانجليزي، اللغه الانجليزيه. خلي بسرعه، انت قربتيني انا خلصت. واضح جدا. يلا خلصتي؟ لا احنا اذكري وتعالي قولي لي. الله يعافيك. يلا. طيب ثلاث مرات والله. طيب اليوم حنا سمي. اوكي عندك مشاركة انت؟ ايه. يلا تفضلي. اذا جاني وقت الفراغ اصلي، ثم اقرا القران، ثم اساعد امي. ايه. واذا خلصت كل شيء انا. حلو. يا سلام عليك، ممتازة. طيب يا رند اجلسي. احنا نقول دائما في وقت الفراغ يا فرات، يا ميرال، يا رند، يا شو اسمك، يا رقيه، يا ام الخلاقين، سحير ام الخلاقين، وانت وياها مع بعض كلكم ام كشش طايره. انا اقول لكم شغله. انا كشش. وش؟ انا ميرا. طيب اوكي. فاحنا بنقول لكم حاجه، انه كيف نستغل وقت الفراغ عندنا. كيف لازم علشان نستغل وقت الفراغ ان نرتب اوقاتنا. يعني احنا الحين في اجازه صح؟ احنا في اجازه، يصير انه احنا نخليها هذه كلها لعب؟ يصير؟ لا. ما يصير صح؟ في بعضهم نخليهم قرآن، في بعضهم في بعضهم في بعضهم. شلون يعني؟ شلون؟ شلون؟ وانت ايش تخلينها؟ يمكن ربع ساعة لعب و ممتازة. ربع ساعة قرآن. شفت الكلام الزين ما شاء الله؟ شفتوا يا لحظة، شفتوا يا ميرال، انتوا فرات لما اجيبكم في البرنامج دائما تسوون هذه المشكلة؟ فرات ميرال ورند دائما تجيبون هذا، ما تجون معي الأسبوع الجاي. ليش؟ خلاص. أنا ما أجي. الثنتين دولي دائما يزعجوني في البرنامج، لما اتكلم تقاطعوني، لما اسولف خلاص روح هناك. يلا يلا مرحبا، قوم هناك اسمعي كلامي. يلا تعال انت يا ميرال هنا، امشي هنا. ان شفتك جالسه جنب رند بفقع وجهك. يلا. طيب احنا نستغل وقت فراغنا في ايش؟ انت دائما تقروش انت وياها، انا كل يوم اقعد اصليكم في البرنامج. انا كيف شوف النجمات اللي جايين ما شاء الله احسن منكم، يسكتون يسمعون الكلام، لما اسولف انا نسكت نسمع. هنتكلم عن موضوع وقت الفراغ صح ولا لا؟ عشان تستفيدين انت وياها، انت جايه هنا بس تلعبين، لازم تستفيدون. احنا ما جينا هنا بس تركنا عيالنا وتركنا هنا عشان نجي نضحك معاك. انا كنت قاعد اضحك. شو؟ ايش الكلام؟ ايش هذا؟ طيب فاحنا اليوم نقول في وقت الفراغ انه احنا ايش الكلام؟ ما قالت يعني. احنا اليوم نقول في وقت فراغنا حلو ان نخلي حلو ان نخلي وقت الفراغ يعني عندنا دائما
يكون فيه مثلا نستغله بطريقه ايجابيه، انه احنا نرتب اوقاتنا صح؟ صح. ونخلي مثلا من وقتنا يعني مثلا مو لعب بس، خلاص احنا خلينا اليوم لما تصحون من الصباح مثلا، متى تصحون انتم؟ تسهرون بالليل؟ انا اسهر. رند هي معروف رند اكثر واحد تسهر بالليل. انا اسهر بعد تسهرين؟ لين صلاه الفجر. تسهرين على ايش طيب يا ميرال؟ انا اسهر على جوالي، ممكن العب بالعاب، ممكن اسهر على حسب نومي، يعني مثلا انام بدري اقعد بدري يعني كذا، مره سهرت لين الفجر. ما شاء الله صارت لين الفجر. انا اسهر على نومي. انا يعني متى انام؟ انام هناك اسهر حتى اذا نمت اقوم بشوي. انا ادخل غرفة امي اخذ حبة واروح اكله. تاخذين ايش؟ حب امي واروح اكله. تاخذين حب امك؟ يعني تسرقين حب من امك؟ ما شاء الله عليك. انا ياخذون جهاز حقي لاوقات محددة. ما شاء الله. طيب احنا نقول برضو نستغل اوقات فراغنا في شيء اللي يخدمنا ينفعنا، مثلا في ناس من البنات، يعني في من البنات ما شاء الله عليهم في الاجازة ختموا القرآن مرتين ما شاء الله عليهم. هذول ايش سووا؟ وهذا اكبر فرصة عظيمة ان احنا في وقت الفراغ نستغله في قراءة القرآن. يعني لو كل واحدة فيكم، احنا عندنا اجازة 3 شهور، انتم عندكم 3 شهور اجازة ما شاء الله. يعني بتنامون فيها تقولون بس. فحلو لو كل يوم واحدة فيكم جت وقالت ماما انا ابغى اقرا القرآن، او علميني القرآن، او كيف اني اقرا القرآن. تفتحون القرآن وتقرون كل يوم، مو كل يوم، خلوه في الاسبوع مثلا مرة، او خلوه في 4 ايام مرة، انتم حددوا وقت انه كل واحدة فيكم مثلا تستغله في وقت قراءة القرآن. أنا في رمضان ختمته. ما شاء الله مبروك عليك. أنا في رمضان يعني قبل الفطور. حلو. وأحيانا يعني إذا أنا كنت قارئ القرآن يجي ولد خالي، مرة جاني ولد خالي قال لي مرات ممكن تعلميني كيف أقرأ القرآن؟ قلت له طيب. علمته سورة الكهف عشان تحمي من مسيح الدجال. الحمد لله صار يعني يعرف لها، وصار يعني كل ما لعب وخلص يجي يقول لي فرات تعالي علميني. يا سلام عليك. كذا حلوين. طيب صار يعرف فيك. ممتازه. طيب احنا برضو نقول للمشاهدين اللي يتابعونا انه راح ناخذ ان شاء الله الحين مشاركاتهم على صيف بنوتات، هاشتاج صيف بنوتات، راح اخذ جميع المشاركات اللي حاب انه يشارك معنا في هاشتاج برنامج صيف بنوتات على تويتر، راح ناخذ الاتصال اللي معنا ونرجع للهاشتاج ونشوف ايش كاتبين اليوم معنا جمهورنا واللي تابعنا اليوم في متابعه برنامج بنوتات على هاشتاج صيف بنوتات. من معنا؟ رنا. السلام عليكم يا رنا. وعليكم السلام. حياك الله يا رنا، كيف حالك؟ الحمد لله. يلا سمعيني مشاركتك يا رنا. وقت الفراغ يعني لازم نستفيد منه. يا سلام. مثل القرآن وكتب يعني مفيدة، يعني ما ندرس على الأجهزة والأيبادات. ممتازة. أنت تشتغلين وقت فراغك دائما يا رنا؟ أقرأ القرآن ولا أستفيد من الكتب ولا القصص. ما شاء الله عليك. طيب إيش رأيك في اللي 24 ساعة مخلي وقت فراغ اللعب وهبال وكذا، إيش رأيك؟ أنصح أنه يقرأ القرآن ويقرأ الكتب المفيدة. يا سلام عليك، الله يعطيك العافية يا رنا. عندك شهودة شيء ولا خلاص؟ لا خلاص، أختي بتكلمكم. يلا أختك مين؟ نور. يلا يا نور، سلام عليكم. وعليكم السلام. يلا نور. السلام عليكم يا نور. وعليكم السلام. حياك الله، عندك المشاركة؟ إيه. تفضلي. في مثل يقول إن الوقت كسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت يعني لازم نستفيد منه أشياء تفيدنا مثل قراءة القرآن والتسنن أو الصلاة، ولا نقرأ فيه كتب عن الصحابة وقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحفظ فيه أحاديث. يا سلام. خلاص؟ إيه. شكرا يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية ميراج. أصحصح طيب ثم نروح الملعب. يا سلام عليك. طيب معنا ابتسام من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا ابتسام؟ طيبة. نسمع مشاركتك، يلا تفضلي. تفضلي. أسمع كلام أمي وأبوي، أصلي، أتابع بنوتات، أحبهم، ما أجلس كثير على تليفوني. يا سلام عليك. وبس. الله يعطيك العافية، شكرا لك على اتصالك يا ابتسام. طيب نشوف المشاركات اللي وصلتنا على هاشتاج برنامج صيف بنوتات. طيب تقول لكم روز
استغلال الفراغ بقراءة القرآن والقصص. جميلة، يا سلام عليك. هذه جهانة تقول استاذ فهد كيف الجو بالرياض؟ الجو مرة حلو، يعني حسيت اني انا شو اسمه، حسيت اني شو اسمه ذاك حق الاحوال الجوية. حار 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 يا زينة. طيب. ما اثر فينا وش الحر يا زينة. طيب نوف تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام. صلوا والسلام. صلوا على الحبيب يا جماعة الخير. عليه الصلاة والسلام. يقولك نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة وإيش؟ والفراغ. يا سلام عليكم. فراغ. يعني إيه؟ طيب. يقولك هذه غلا تقول لكم هو تلك الأوقات التي لا يجد الإنسان شيئا يفعله ولا يمارس أي من النشاطات العلمية أو الأدبية أو الثقافية والفنية أو الترويحية. طيب. نونا تقول لكم، نونا التميمي تقول نستغل وقت فراغنا بالاستغفار، استغفر الله واتوب اليه. شكرا لك. طيب رزان تقول لكم استفدت منك كثير ومن اليوم بجلس على القران. شكرا رزان. تقول رزان هاي تقول شكرا استاذ فهد، استفدت منك كثير ومن اليوم بجلس على القران. اتمنى يا رزان انك تجلسين على القران ويوميا، صدقيني حتحسي يعني انه في انجاز عظيم سويتيه. طيب برضو هذه مشاركة من ورد الجوري تقول جميل لما نستغل وقت الفراغ بشيء يفيد وينفع وخصوصا في أعمال الخير. يا سلام عليكم. حصل ضحك. أذرن دي كلمة. اللي بحينا وينها؟ لا 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 ما أدريها. أنا بنتي يا القطيل ولا النظارة. طيب العب سعد الله سريع جسم. بريكم يلا جسم. طيب يا سعد الله بالله. والله. طيب هذه أحد الصور اللي وصلتنا، هذه أحد الصور اللي وصلتنا يقولون هذه رند شيلي. وصلت فلة. والله فرت فلة. لا جسمك إذا كنا آه خلاص عبدالله. طيب صدقتيني يا فراغ. طيب يقول لك برضو من المشاركات اللي وصلتنا على هاشتاج صيف بنوتات قويش ما أدري إيش اسمه قويش. لا يا حبيبة يا عادي ميراث عادي يلا جلسي بلا فصلة وصلت. يلا جلسي. لا لا ما جلسي ده عند الهاشتاج. طيب تقول لك لا يوجد أسوأ من الفراغ كما لا يوجد أفضل من استغلال الوقت. يا سلام. طيب عواطف تقول نستغل أوقاتنا بالنفع وقراءة القصص وممارسات الهويات. يا سلام. أنا أقول ماما أجيب لي قصص بس إيه. ممتعين. حلو. أثير الشداد تقول صدقون إني عرفت فرات وهي لابسة النقاب. لا ما عرفت. طيب رهف تقول نستغل وقت فراغنا بأي هواية تكون مفيدة. يا سلام. همس الشوق تقول الوقت هو العنصر الذهبي في حياتنا والتحكم به سرا من أسرار النجاح والتوفيق. الله عليك. الله من جد. شوف يقولون ها يقولك يا أستاذ فراغ ذبحتك من كثر ما تمسك شعرك. طيب عايشة تقول علينا أن نقضي وقت فراغنا بما يفيدنا ولا نقضي بما لا يفيد الوقت. الوقت كالسيف إلا منقطعه قطعنا. يا سلام عليك. طيب أشخاص يحبونك وقت الفراغ وأشخاص يتفرغون لمحبتك، هناك الفرق. رهف فواز. شكرا يا رهف فواز. استريح سلمك. طيب فبرضو عندنا خلنا بس ناخذ المشاركات عشان عندنا بعد يعني باقي فقرة المطبخ بعد شوي. طيب انت طبختك اليوم. طيب برضو عندنا مها تقول لك يجب علينا قراءة القرآن في وقت الفراغ. يا سلام عليك. يا سلام ممتازة، هذه ممتازة مرة ممتازة. ممتازة هذه. طيب. معنا بداية إن شاء الله. أجمل أوقات تمضي في طاعة مين؟ في طاعة الله. شكرا يا تركي. واحدة برضو نشوف المشاركات اللي وصلتنا على هاشتاج صيف بنوتات. أبغى مشاركات يا جماعة عن استغلال الوقت أفضل عشان في مشاركات كثيرة. طيب يقول لك أمنية الجنة تقول استغلال وقت الفراغ في قراءة القرآن والاستغفار وقصص الأنبياء. يا سلام عليها، هذه المشاركة مرة جميلة صراحة. طيب ما تقول لك مونتين تقول لك نستغل فراغنا بمساعدة أهلنا وزيارة أقاربنا. أنت إيش تبين أنت بثلاثة أنت؟ طيب عندك استعلي تجلس جنبي وأنا جرت جنبك الحين. يعني عرفت السر، أنت اللي تبثرين البنات دايم. ها؟ إيه خلاص أنت كنت تعلي جنبي خلاص أنا جلست. تبغى فقط إيش جايعين يعني؟ فقرة المطبخ جاينا. طيب جاية أبي أشحن جوالي بطني. طيب.
برضو هنا تقول لك وقت الفراغ هو خرافة وضعها وضعها الفارغون فلا تتردد هذه اللفظة ولا تستعملها فإن لا فراغ إلا للتافهين. يا سلام عليك. طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، استغل فراغك بتعليم الأطفال القرآن. رزان فواز، شكرا يا رزان على هالمشاركة الجميلة. طيب حلوة مشاركتك. برضو نشوف سارة تقول طيب خلينا ناخذ الاتصال ونرجع للمشاركات في الهاشتاج. جوري السلام عليكم يا جوري. وعليكم السلام. حياك الله يا جوري، كيف حالك؟ حياك الله. طيبة. طيبة؟ طيبة. طيب بس قصري صوت التلفزيون واسمعيني من الجوال. الله يحفظك. كل ما حد ينتج علي يقصر صوت التلفزيون، انا مره زعاج صار. طيب نسمع مشاركتك يا جود. جوري يلا يا جوري. نستغل بالوقت الفراغ ان نعلم اخوي الصغير القران. يا سلام. ونختم القران. ممتازه. ونصلي بلا. يا سلام عليكم، يعطيكم العافيه، شكرا. يا سلام. نصحى بدري يا شطار ونصلي صلاه الفجر. من يعرف هذه؟ انا. نبدا نذكر. يلا لا سبزب. طيب يلا نشوف اذا جاهزه معانا فقره مطبخ بنتات. طيب او نطلع فاصل او طيب يلا يا بدور. سلام بدور. سلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا بدور، كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. من وين تكلمينا؟ من عسير. حياك الله يا أهل عسير والله. طيب إيش عندك مشاركة اليوم؟ تفضلي. أقرأ القرآن. ممتازة. أقرأ كتب. أساعد أمي. إيش؟ أقرأ القرآن وأقرأ كتب وأساعد أمي. يا سلام عليك، ممتازة، يعطيك العافية. يمكن تعطي مراد. شو اسمها؟ يمكن كل مرار. السلام عليكم. اسمك مرار؟ مرار. يلا كيفك؟ تقول كيفك؟ طيب الحمد لله. مطمي. انت مبدعة. شكرا. لين انا مع جمهورك. يعطيك العافية يا شو اسمك؟ فرات. جوري. طيب جوري. طيب يلا احنا بنروح فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معانا. حياكم الله من جديد واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم في فقره مطبخ بنوتات. مطبخ بنوتات احنا مش مطبخ يعني خليناه، لكن يعني انه خليناه مطبخ صغير كذا نأهل البنات فيه عشان البنات يتعودون إذا كبروا إن شاء الله. اليوم ترى طبخة كوب كيك. شلون؟ كوب كيك حلوة. إيش بتسوي اليوم معنا؟ كوب كيك. إيش بعد؟ بس كوب كيك. طيب أوكي. بس كوب كيك. بس كوب كيك ها؟ طيب من يكون معنا اليوم؟ هنا. أوكي طيب إحنا بنروح وياكم بس لفاصل حق مطبخ بنوتات عشان نكمل معاكم هالفقرة بإذن الله. جنا والشوق يحدنا في صيف نلقاك والفرحة تخشانا. جنا والشوق. في فقرة مطبخ بنوتات، بنوتات دائما مع المطبخ ومع الأشياء الجميلة اللي احنا تعودناها عليهم في طبخاتهم اللذيذة البسيطة الجميلة. طيب احنا اليوم راح يكون معانا شو اسمك انتي؟ دلال. حياك الله يا دلال. راح يكون معانا ام دلال في اتصال معانا عشان تساعد دلال في الطبخه. السلام عليكم ام دلال. السلام عليكم ام دلال. معانا؟ ايه معاك. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه، سعيدين بتواصلك معانا اليوم في مطبخ بنوتات. الله يعطيك العافيه. هلا والله. يسعدك ان شاء الله يا ربي. احنا دائما في مطبخ بنوتات يعني الامهات اللي معانا يتابعونا. سلمين عليها. يلا سلمي عليها. سلمي. هلا ماما حبيبتي يا عسل. هلا بلوله. هلا حبيبتي. هلا. كيفك؟ طيبه ماما الحمد لله. مبسوطه؟ ايه مبسوطه برنامج بنوتات. برافو عليك. طيب الله يعطيك العافيه ام دلال. احنا دائما في المطبخ
ناخذ نصائح من بعض الامهات، توجيهات بعض الامهات اللي حابه تقدمها في برنامج بنوتات، تفضلي. طبعا نصيحتي اني اوجهها للامهات انها يعني تعود البنت وهي صغيره دخول المطبخ، وتخليها يعني تشارك في اشياء لو بسيطه يعني كتزيين الكيك وغيره، عشان لما تكبر تكون يعني معتمده على نفسها. ممتاز، يعطيك العافيه. موضوع عن موضوعنا اليوم عن استغلال الوقت الفراغ، في عندك حابه تشاركينا فيه؟ اي حابه، تفضلي. نستغل وقت الفراغ يعني بفهمنا الصحيح لقيمه الوقت. ممتاز. يعني هو اللي يخلينا يحدد لنا كيف نقضي ونستغل وقت الفراغ. ممتاز. ونجعل حياتنا كلها لله عز وجل، ولا نضيع من اوقاتنا ما نتحسر عليه يوم القيامه. الله يعطيك العافيه. طيب شكرا لك ام دلال. نبغى الحين فقره الطبخ عندنا، ايش حتسوي؟ ايش حتقدم لنا اليوم؟ هلا عسل. واقدم لي والله دلال حبت يعني حبت تسوي لكم حاجه تحب تسويها عندي في البيت كثير، اللي هي الكب كيك. ما شاء الله، تساعدك في البيت؟ ايه ما شاء الله عليها، تحب تساعدني ويعني دايما يعني تدخل معي المطبخ، وخصوصا تشاركني في تزيين الحلويات، يعني ما شاء الله عليها مره شطوره. ما شاء الله، يعني ما تزعجك في البيت؟ ما تسوي مشاغبات؟ يعني شويه. ها لا عادي، اذا تسوي قولي لنا يعني. لا اذا قلت لها اسكتي خلاص يعني تسمع الكلام. اكيد. وكيف دراستها؟ كيف في دراستها؟ لا ما شاء الله مره ممتازه. طيب انت يلا انت بتطيحين بس يا عسل، خليك انت بتطيحين ويلا سمي. يلا تفضلي سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء تفضلي معاهم دلال. يلا يا دلولي نبدا. يلا تفضلي ابدا تفضلي. الحين احط ها ايوه هنا. تحطين الكب كيك وبعدين احط البخاخ هذا الكريمه. ايه كريمه قشطه. اعطينا الطبق، اعطينا الطبق او مقادير الطبق ام دلال الله يعافيك. مقادير الطبخ عباره عن كوب كيك جاهز. ايه اي وبخاخ الكريمه القشطه المخفوقه. حلو. وادوات الزينه الخاصه بتزيين الكوب كيك. ممتاز ما شاء الله. طيب حلو وبس وكذا. ايه وبكذا تنتهي. اول شيء ايش تسوي؟ تحط الكريمه فوق الكيك. حلو. وبعد كذا تزينها بطريقتها اللي تفضلها يعني. ممتاز. يعني ما يحتاج يعني دلال كثير تسويها عندي في البيت، هي فاهمه. خلاص الله يعطيك العافيه، شكرا لك. كلمه اخيره حابه تقدمينها من خلال فقرتنا اليوم؟ الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا على اجل الاستضافه. شكرا لك، ما قصرت، يعطيك العافيه. راح نكمل مع دلال الطبخه الموجوده معنا. حطيها بالصينيه هنا اللي انت جبتيها. افضل. ايوه يا سلام. كيك اول وحده. حلو، انت تصلحين كوب كيك مع شو اسمه؟ مع امك كثير. ايه سوي بس احيانا يختلف، مو كل يوم يعني. كوب كيك كوب كيك. اجل شو تسوون؟ حلا كيك. اذا جاء اشياء كذا ماما تسوي انا اساعدها يعني. على حسب يعني الجو. تبون كيك تصلحون كيك، تبون مثلا كوب كيك تصلحون كوب كيك. اي هلا والله. ممتاز. حطي هنا. حطي خلنا بخ عليك عشان هذا ثقيل عليك شوي. لا والله انا اعرفه. حطي. طيب حطي هنا. ها حطي هنا يلا. ايوه يلا. يا سلام عليك، تحب الطبخ انت صح؟ مره اموت فيه. صدق يعني ما شاء الله عليك بتصير طباخه بكره. اوه بس خلاص. قايل لك انا خليني اصلح عنك بس ما تسمعين انت. ابي انا احب اطبخ. طيب انا اصلح عنك هذه البخاخ وبعدين انت حطي زيني اللي على كيفك. لا ايش رايك؟ لا انا احب البخاخ اموت فيه. طيب اساعدك مثلا؟ ما تبي ما تبي اساعده ولا شيء مره. اي اساعدك؟ ابدا؟ احب اموت. طب انا احب. طب ولا غسل المواعين ولا ستيل. طيب انا بحط لك هذه بس عشان تكوني انت عارفتها، بحط لك اياها هنا، ايش رايك؟ وانت تظبطينها. طيب عشان بس تعرفين الوقت عندنا وقت البرنامج ها؟ ما يخلص وحنا في الطبخه كلها كوب كيك و مسويه سالفه يعني اني ها؟ ايوه اقول ايوه عادي. يا سلام عليك، لا انت اليوم ممتازه. شو اسمك؟ دلال. ممتازه اقصد يعني، انت اليوم ايش؟ ممتازه. يا سلام عليك. ممتازه في الرياضيات. شلون؟ ممتازه في الرياضيات. بعد ما شاء الله، تعرفين جدول الضرب انت اهم شيء؟ لا. افا؟ جدول الضرب لا. اجل وشو؟ شلون داخل زي رن؟ تون داخل زي رند ثالث. شلون زي رند؟ زي رند إيه راح تساتم زيها. آه. بس هي أكبر مني. وش دراك عنها إنها راح الثالث؟ قلت لها. متابعتها أنت ما شاء الله. من متابعتها؟ ما شاء الله عليك. أنا أعرف. يعني ذكية. ها؟
ذكية أنا ذكية. أنت ذكية ما شاء الله عليك. إيه. صف كم أنت؟ رحت الثالث. الثالث الحين ثالث ثانوي ها؟ إيش ثالث ثانوي أنا؟ أجل. أنا بنت صغيرة أنا ابتدائي. ثالث ابتدائي. إيوه. شرعي ولا علمي؟ شرعي ولا علمي؟ شلون؟ علمي ولا شرعي؟ وش علمي ولا شرعي ذا؟ أنت صف ثالث صح؟ إيه. ولازم يحددوا لك تخصص شرعي ولا علمي؟ إيش تخصص؟ الله يكرمك وين هناك هناك بس وين كلكم تطلعون؟ مو كلنا بنطلع يلا تفضل انا داريكم جايين تلقفون بس ما عليه قضينا على المويه كلها طيب يلا يلا استريحوا استريح لا لا هنا لا هنا ممنوع بتعلم بتعلم يا حبيبتي هنا ممنوع روح هناك اجلسي عشان هنا تسدين الكاميرا الله يعافيك سكر الباب سكر الباب تعالي يا رهف يا شو اسمك؟ هيفا خديجه سكر الباب سكر الباب يلا يلا حبيبتي بسرعه بس طيب الله يعافيك بسرعة لأن احنا ما عندنا وقت انا بساعدك معليش يلا يلا طيب عشان الوقت الوقت بس عندنا باقي درس يا سلام أنا هواي أصلاً كب كيك. شلون؟ من زمان أحبه. تتحين محل كب كيك؟ أجل على كذا أسوي لك متجر. وبيعي. ما تعرفين المتجر؟ مو بمتجر يعني برا يعني مو بلازم متجر. محل يعني قصدك؟ مو بمحل مو بلازم. شلون؟ شلون مو بلازم؟ إيه مو بلازم صدق. مو لازم. يلا نزين الحين هذه. يا سلام. يا سلام على أسلم بسم الله. هذه دعوات. مثلجة يلا هذه مثلجة اسمها؟ ايه عود مثلجة اسميها الاستاذة تقول هذا عود مثلجة ما شاء الله عليك اختار بنت ما شاء الله ها؟ يلا خلصت هي قولي لهم يلا هذه الكوب كيك اللي انا صلحتها لكم طيب حطينهم هنا يلا ها؟ شلون؟ بحط هذا فيه شوي بس وش؟ هذا ليش؟ هذا حقتي طبعا لازم اكثر حقتي طيب هاتي شوي عشان هم كلهم يحبون صح؟ كلهم يحبون هذه لا لا تحطونهم كثير انا اخذ ذي شليها وديها يلا نعاني مشكلة قصدي جزمتي يلا لا خليها ما بعطيك اياها لا تعطيني اياها يلا وريهم وري الطبخه وري الطبخه شوف طبختها وفي يلا لحظه شوي يا لا اجلسوا اجلسي لا ايش قلنا احنا ميرال هنا ميرال ايش قلنا يا ميرال وانا هنا طيب اليوم برضو اصبر ما حد يختار وين تعالي خلوها شوي خلوها تعالي ميرال افتح المايك يا ميرال طيب احنا برضو من اسر المنتج اللي جاب معانا اليوم هذا الشيء طيب باسم المتجر تذكرون باسم المتجر اللي جاب لنا هذا الشيء شو اسمه لحظة شوي لحظة يا ميرال وخري شوي يا ميرال خلينا نجي طيب المتجر شو اسمه بس استاذ عبد الله ذكرني بس ها؟ هايا كيتشن اليوم قدمت لنا هذا الشيء الجميل الله يعطيها العافية واضح؟ ها؟ اي هايا كيتشن يعني مطبخ هايا اوكي؟ واضح معي؟ الان الكاشة موجودة عندكم على الشاشة هيا كيتشن قدمت لنا هذا الشيء الجميل ورقم جوالها ورقم التواصل هذا من الاسر المنتج يعطيهم العافيه ما قصروا جابت لنا اياه يلا سموا بالاكل يلا لا لا كوب كيك لازم ابي كوب كيك انا باكل مع ماما أحلى الكب كيك أحلى والله أنا باخذ حلو المكتب أنا باخذ
جواتها فيها شاي ما ادري ايش. انا باخذ هذا مرتب. لا هذا مو مرتب. انا باخذ هذا مرتب. سمو بالله. هذا قول بسم الله. اي صح ربي. سأقول ستقول سأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قولي بسم الله اول واخر. الواحد ما يقتل. شوفي يدك شوفي يدك من هنا. لو شفتها ترى دايما بسم الله ارتاح. شكله مرة حلو مرة. انا ارتجف من ظهري كذا احط ظهري يرتجف لانك انت بقال شوي خلص. خوف تعملي فرجانة. كريمة خلي عندنا. طب انا خلص حقي بس ما تبالبالا حتى انا خلص حقي. لا ما يدخل انا حبت ما وين بعد حقتها ما فيها فيها ايه كلتها. طيب عادي سيدة طماح النبي عرفت اصبري كذا. والله 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 ما اخلا كريمة ميعاد حين حزا خلاص انا هنجا باكلها حطت لي كريمة حش حش انا عبرت لي كريمة بيه تقص وهي تاكل. حرام طبعا اجلسي. ايوه انت من جماهير مين؟ جماهير ابدا يمدح بالختمات كلكم اختار شخص واحد. ما ابغى انت استاذ ساره فن اعرفها هي اعرفها. طيب يعني هي بنت خالتك. وينك يا ادريس اليوم معنا في درجه بنتات تفضلي معي. الله يعطيك العافيه. بس على كرسي بنات ممكن نجلس شوي. طيب انا مت في الاكل بخليك هذا يعني والله حلو حلو ترى هذه تختر هذه كبكت هذه لا شلكتي يعني افترضان أكلت أكلت أنا أكلت والله يعني عشان هذه ما خلصت. هذه حقت الثلاث واحد يلا بيضة لونها أبيض تركت. لو ترى ترى في بضمت تركت. أنا بضمت عورني من الموية ومن هذا. أنا سن قاعدة أعورني من الشوكولاتة بس حلوة عادي صح. بطني حسب الله عليكم على اللي لعب معكم تحديات الموية. عدى على بطني يا ولد بس من المويه. انا بطني عربي بطني السبع ترى انت الشاشه. انا بطني السبع وانا جوعانه. شربت فك الشاشه على بطني. ما خلينا هنا احنا كده هي كده. ايه بس احنا وجاكي خلينا نفس. هي ما اخذت نفس قام تشرب. انا خذيت 10 مرات خذيت نفس. بنوتات حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا في دردشة بنوتات راح نكون ان شاء الله معاكم مع مبدعة مميزة مرتبة ما شاء الله. اليوم مرتب لكم كلام كثير. تقول اليوم انا في الدردشة راح اتكلم عن اشياء كثيرة يستفيدون منها وبرضه راح اتكلم عن قصتي وعندها قصة جميلة راح اتكلم عنها باذن الله المبدعة ومميزة. خلونا احنا وياكم نتعرف معها يلا. أول شيء اسمي سارة الديس عمري 10 سنوات رايحة الصف الخامس. ما شاء الله هوايتي السباحة. ما شاء الله عليك. طيب أول شيء أنت متوترة ولا؟ لا أكيد عادي. أنت عندك قصة جميلة صح؟ قصة نجاح. إيش هي قصة النجاح اللي عندك؟ يعني بدايتي وش أسوي كذا؟ إيه قصة نجاح اللي أنت مثلاً تقولين والله أنا كنت كذا وكنت أهوى كذا ودخلت كذا. أول شيء كانت بدايتي يعني مو مرة جريئة. بعدين دخلت فرقة وجلتني يمكن سنة ونص وكذا. بعدين يمكن طلعت منها لأنها تذكرت ودخلت الفرقة لافندر بشاف الأستاذ الجوهر الحسيني وشاف الأستاذ عبد الرحمن الحسيني. ما شاء الله عليك. طيب يقولون أنت في البيت مزعجة.
ودائما تزعجين في البيت، وش اللي قاعد يصير يعني؟ العب سويد الساك من اكوام. ها؟ في اشياء لعبه يعني تزعجهم وتخلي حتى العبها في الاختبارات يقولون لي ما العبها وسكر الباب، وانا اسوي والعبها. شلون طيب؟ هي اكواب ومثلا العبها ويعني افتحها واسكرها. ما شاء الله، فدائما تزعجينهم بالبيت انت؟ هذا اللي موجود عندنا يعني، انا هذا اللي موجود عندي دائما في طيب هذا الشيء اللي ازعجهم به. انت دائما تروحين غرفه واحده من خواتك وتلعبين بمكياج حقها ويكتشفونك، يكتشفون من البقايا يعني، دائما لما تروحين لغرفه واحده من اخواتك وتلعبين بالمكياج حقهم بالميكاب، ثم يجون هم يشوفون البقايا حقتك يعني، مكياج طايح، بودره حطتها بالغلط. ها؟ لاني اول شيء احب المكياج، ومره ودي اكون يعني احب يعني امكيج الناس وكذا. وبس. حلو. طموحاتك انت لما تكبرين، ايش عندك طموح لما تكبرين؟ ايش حاطه في هدف لك انه انا لما اكبر اصير عندي طموح؟ ايش الطموح اللي عندك؟ اصير دكتوره. دكتوره؟ دكتوره. ما شاء الله، اي دكتوره بس؟ دكتوره اسنان. اسنان، تحبين الاسنان وشغل الاسنان؟ اي. يا سلام عليك. طيب اكثر انشوده تحبين تسمعينها؟ كليبي. كليب حقك؟ اي. ما شاء الله، سمعينا يلا. قصة صغيرة أعلمكم، لأني دوم أفهمكم، أسأل ربي يحميكم وأهديكم أحلى زهرة، وأهديكم أحلى زهرة. أعلمني بابا مرة لازم أطيع الأمر وأقدم أحلى فكرة، يتنور دربي بكرة، يتنور دربي بكرة. وماما حكاية حكتها إني أبقى البسمتها، أحيا الدنيا لفرحتها، أنا سارة أغلى درة، أنا سارة أغلى درة. أسعد أهلي وجيراني، أخواتي شيء ثاني، أسأل ربي يرعاني وأقدم دايم عبرة، وأقدم دايم عبرة. قلبي بعطائي فرحان وأحاول أسعد إنسان، عود الناس من الإيمان ما استنى منا الشكرة، ما استنى منا الشكرة. يا سلام عليك، صوتك حلو ما شاء الله. شكرا. في شودة لك ثانية نبغى نسمعها، نبغى نسمع شودة كذا ثانية تعشقينها يعني، دائما تحبين ترددينها غير اللي شودتك يعني. مع الصدى ها؟ في اناشيد اعرفها كثير وما ادري من الاحتيال. طيب اوكي، بنرجع لك بس جهزي لي انشوده على ما اسالك الاسئله الموجوده. فكرتي انك تفتحين قناه على اليوتيوب ها؟ ايه. ايش السر؟ اسوي فيها تحديات وكذا يعني. شو تسوين؟ اسوي فيها تحديات وكذا، بس طبعا يعني بدون ما اطلع شكلي، ما ابغى الناس يعرفوني. تسوين تحديات بدون شكلك؟ ايه. وش اسم القناه هذه؟ ما حفظت اسمها بس لانها طويل اسمها. خلاص يعني جهزتوها انتم؟ انا وبنت عمتي واختي مجهزين انه تسوون هذه القناه. طيب يقول لك حتى برضو وصلتنا رساله من اهلك يقول لك انت في شغلات كثيره ما تحبين تاكلينها او اصناف معينه ما تاكلينها، ليش؟ وش هي الاشياء؟ في اشياء اتقبلها وفي اشياء ما اتقبلها، مثل السمك ما اتقبله. حلو، ما تاكلين سمك؟ ايه. ليش؟ ما احبه. طيب عشان كذا لحظه شوي يا بنات، لو سمحتوا خليكم برا المطبخ، روح هناك يلا، خلوكم هناك رتبوا بعد البرنامج، بعد البرنامج رتبي الله يعافيك. يلا طيب وش سر حبك الكبير، وش سر حبك الكبير لجدتك؟ اول شيء انها ميرال هناك لو سمحتي، انها شخصيه طيبه وانها يعني ما تحب تزعل على الناس وتعطينا عيديات. ايه. و لحظة شوي بالله معلش، يلا يلا هناك يلا يلا لو سمحتي، لو سمحتي هناك يلا يلا تفضل هناك يلا، خلاص لما اسمع انا اقول لكم حاجة يلا تفضل هناك، احنا عندنا هنا درجة بنوتات يلا يلا. شكرا لكم، يعطيكم العافية، تفضل هناك الله يعافيك. تحمستوا مرة انتم بزيادة، مرة استعجلتوا. اي لازم. طيب شيء انت سويتيه اول بالبيت و سببتي مشكلة الأحد في البيت، إيش هذا الشيء اللي سويتيه؟ أكشن كذا سويتيه في البيت
وبعد الاكشن هذا سويتي مصيبه في البيت، قوليها. اختي اللي معي هنا جبت اول شيء صابون، كنت ابغى اسوي عمل قعدت اخربط، وجت اختي وقلدتني وقدروا يصرخون علي اهلي. وش اللي سويتيه؟ صابون ايش؟ صابون وحطيت معها ما ادري ايش، بالنهايه حطيت مع النشا ومويه وخربت، بالنهايه ما ضبط العمل. ما ضبط العمل. وبعدين جت اختك وقلدتك صح؟ بعدين ايه. بعدين ليش؟ قدرت تقلدني، ويعني انا سويت العمل وقدروا يسوون. طيب من صديقتك المفضله اللي انت دائما معاها؟ ريم الشهري. ها؟ ريم الشهري. اختك تصيح، جيبوها. روح جيبي اختك خليها جنبك لانها قاعده تصيح. فرات خلي بنات يزون هناك، تكفين لا تجيبوا لي السكر والضغط. في حضانة احنا اليوم الله يعينك، واحده تصيح واحده. خلاص يا سعد عبد الله انا بستقيل. سعد عبد الله انا خلاص بستقيل انا من البرنامج كله. ما عاد ابي اقدم بنتات. والله يا شيخ. ها؟ بنتعب يعني كذا يعني كل يوم قصة تعب صراحة، يبغى لي رواية أقدمها. خلاص أنا خلاص أنا فكتها مفكتها إيه براو. طيب يلا شكرا، أنت لو تجلسين بس أنت وياها تريحوني بعد أحسن. تفضلي. أنا بقلب إن شاء الله، بقلب برنامج بدال ما أسكر بنوتات، بخليه إن شاء الله أنا والشياب بجيب هنا معاي كبار في السن واجلسنا وياهم وسولف وياهم وقهويهم واصلح لهم غدا وعشاء. فاضيينهم ذول اشغلوني. تعالي يا شيخه تعالي وتصيح تعالي عادي. خلاص ما في مشكله. تبين بابا؟ طيب تبغين بابا؟ خربتي على اختك. تعالي 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 انا ودي. بسم الله قلبك رحمه الله. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. تقالك يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. هذه اكبر واحدة، لا رفيف دلال افتحوا هديت. دلال دلال لا ميرا قبل 9. لا والله ولكن كم فرات؟ كم رقمي فرات؟ كم رقمي؟ نعم كم رقمي؟ انا 12. انت 12؟ تسعة. مين 9؟ هي كذابة. 10 كذابة. أنا كم؟ أنتي 15. أنا حقية 5. والله 6. أنا كم رقمي؟ أجل ما أعرفها. مخروط طيب مكتبة مخروط مخروط. وش اللي سويتيه في هذا البلد؟ لو فتشوا مثلا أغراضك ايش بيسووا لي؟ روحي روحي بس. اطفال لازم صبرة، مخروطة وعمي مزرعة، مزرعة الناجي يرقى يرقى. رباه. طيب نرجع معكم، نأسف على الـ نأسف على الـ انقطاع ايه العياط ولا البكاء. فاصل من البكاء ورجعنا لكم بعد البكاء. بعد ال ها اختك شو تصيح؟ خايفه منكم. ليش ما جبتيها جنبك في الكرسي؟ ما تبغى. طيب احنا قلنا من صديقتك؟ ريم الشهري. ها؟ ريم الشهري. طيب حلو، تبغين تعطينا حاجه كذا معينه تقدمينها من خلال الشاشه اليوم على انك جالسه في الكرسي؟ تفضلي. يعني ايش؟ قدمي حاجة، تبي تقدمين حاجة للناس اللي تتابعك؟ ايش حابة تقولين؟
احنا عندنا قلنا بالامس ثلاث رسائل بتقدمينها، الرساله الاولى لمين والثانيه لمين والثالثه لمين؟ الاولى لجدتي احبها واحلى تحيه مني. حلو. اهلي واقاربي الله يعطيهم العافيه على متابعتي. يا سلام عليك. والثانيه؟ بقى الثالثه. يلا بقى الثالثه يلا. ها ليش بعد؟ من اللي يصيح ذا بعد؟ لحظة شوي، أنا اليوم الوضع صراحة. طيب حنا شكرا لك يعطيك العافية، معليش ما قصرتي، تحية قوية لها. تفضل يا طال عمرك. يا شيء قلبي 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 من دقك يا حبيبي دعاي يا ليل يا ليل. ليش هيك؟ من دقك؟ من دقك؟ سامحيها حب ودلال. من دقك؟ دلال ورد وبراد. يلا سلمي عليها خلاص، قولي انا اسفه. سلمي قولي انا اسفه. سلمي انا اسفه انا اسفه انا اسفه. شوفي فرات شلون. انا اسفه انا اسفه انا اسفه. يلا سلمي يا رند. يلا حب الراسه. يلا سلمي عليها دلال. عبد الله ضبطت اللبه زي على ما شاء الله من حلال عله. يلا اجلسوا. طيب احنا اليوم في الحين طالع عندكم، ابصي فين؟ ابصي الفجأة ها؟ ابصي فجأة ها؟ اوكي هنا؟ طيب. الان عندكم بيظهر الايميل اللي هو خاص بالمشاركات حقت فيديوهات الجمهور، اللي حاب يشارك معنا عن طريق فيديوهات الجمهور الموجودة يشارك معنا عن طريق المقطع 15 ثانية 20 ثانية، سواء للبنات او الاولاد اللي موجودين معنا واللي تابعونا، ونقول لهم عندكم الايميل ابصي فجاه لقيك سيد عبد الله يمين ولا يسار هنا. طيب اوكي يا حبيبي، لازم تاخذني معك مصر عشان اقول انا رايح مع السيد عبد الله في شغل مصر، وناخذ اجازه من هنا 18/8 انا معك. طيب فاحنا نقول الان عندكم الايميلات موجوده، اللي حاب يشارك معنا في برنامج او في فيديوهات الجمهور اللي هو خاص في بنوتات يرسل لنا مقاطعهم الموجودة، يصور 15 ثانية أو 20 ثانية سواء بنات أو أولاد، ويرسل لنا على الإيميل اللي موجود عندكم. إحنا من الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نأخذ الفيديوهات وراح ننزلها إن شاء الله عندنا في برنامج بنوتات. أتمنى الكل واضح عنده يعني اللي قلته واصل لكم. خلاص ترى والله يا سيد عبد الله أنا اليوم لازم نقفل بدري عشان عندي زواج أختي، والله الله يوفقها إن شاء الله. فاهم؟ طيب الله يعطيك العافية. يلا بنات انا بروح اتفسح واجيكم. فسحه عندي فسحه انا. زيد عبد الله يقول حعيط، يقول حرام عليك تسيبني لوحدي. والله تبي تلعب وش تبي تلعبون؟ ها حبسه. يلا قوموا العبوا. طيب تعالوا 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 لا 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 اقول شيء. استاذ عبد الله قبل ما تروح مصر حيطلع لك شيب، انت ايش خلاك اصلا؟ اتوقع انك تقول انا ايش خلاني اجي بنوتات. حيطلع لك شيب ها؟ شوي مو الحين. طيب تعالوا يا بنات. يلا بنات تعالوا هنا مش اجلسوا. انا والفن ايش تبغين؟ انا خيره. ها؟ انا علي خلي علي ابي اسال علي. طيب انا اقول لكم شيء. تعالوا هنا تنتين. تعال هنا يا ربي. مفتوح مايك يا شيخ مفتوح. الله يسعدك اجلسي. ما في خليه هو صامت صامت. اجلس هنا اجلس هنا. يلا اجلس انت وياه هنا. اجلس انت وياه هنا. تعالي اجلسي انت اجلسي ما ينفع معهم الا كذا. تعالي هيا عيونه. تعالي انت يا عسل. انت وفرات هناك. انت وفرات هناك. يلا انت ويا هذه. انت ويا البنت هذه. لا 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 رند انت لحالك اليوم. ايه خليك ولا تعالي خليك كذا رد معهم. لا خلاص ميرات تعالي معهم هنا. رد هنا. تعالي انت خليك هناك. لا ورا ورا. يلا كل ثلاثة مع بعض ها؟ ورا. كل ثلاثة مع بعض. اوكي؟ اوكي. كل ثلاثة. تعالي انت هنا تعالي هنا. هنا الصغار وهنا الكبار. تعالي هنا تعالي هنا وجهك هنا وجهك هنا. يا حبيبة رد تعالي اجلس هنا خلي وجهك قدامي. يلا يا شو اسمك انت؟
الو خامس جنب هذا الان خامس جنب هذا الان خامس يلا يلا جلس جنبها كلان راح نروح خامس ان شاء الله وانت جلس جنبها هنا ايوه اها انا في المريخ ودتوني اي ارجع بس ارجع شوف المريخ قالت يلا يا مريخ اوكي ارجع بعد كمان ارجع شوي ارجع شوي يلا طيب ابغاكم الحين تعالوا شوي قربوا هنا خليكم كذا لا حد يقوم لا حد يقوم خلاص يقوم. شوفوا كدا. طريقه كالتالي ابيكم تسولفون وانتم كذا كل واحد تسولف تقول انا عندي قصه وتقول قصه بالدور يلا تفضل يا فرات انا يلا خلاص وانا بشوفكم انا مشاهد كني مشاهد انا يلا يلا طيب انا كني تلفزيون يلا خليني اشوف الفيلم انت بس يا خلاص طيب كان في يلا اسمعوا بس يلا اللي تتكلم بنخسر اللقطه ترى يلا في حرامي طيب سرق كل يعني كل بيوت الحاره ما عاد باقي بيت واحد كل ما يبي يسرقوا في شيء يرجعوا ليش عشان صاحبه هذا البيت دائما تقرا قبل النوم تقرا الاذكار وتصلي علشان ما يعني ما حد يسرق هذا وكل يوم هذا الحرام يبي يسرق البيت ما هو قادر علشان الحرمه دائما تصلي وهذا تدعي والحرامي كل يوم يرجع في يوم من الايام جاء والحرمه نسيت تصلي وتقرا الاذكار وعلى طول سرق البيت وبعد ما سرقه فكر قال يعني ليش هذا اليوم بس اللي سرقت فيه ليش يعني الايام الاول ليش يعني ما سرقته وبعدين لما قعدت الحرمه دورت اغراضها ويعني وما لقيت الاغراض حلو بعدين خلاص بعدين لا قلبي خلاص خلي المايك بعدين بس انا صوتي اللي يطلع بس في واحد بعدين لا تغلط لا تغلطي يلا ها بعدين لما صلى ذكرت انها واحد جهز قصه هنا ذكرت انها يعني ما صلت ذيك المره ولا دعت فبعدين صلت ودعت وبعدين الحرامي قال ليش يعني انا ما رجع يعني اغراضهم وراح رجع كل خليني شكرا لانك اليوم جاوبتي خليها بالله ثلاث ممكن تخليني شوي على راحتي بس شوي لانك قاعده تسولفين زي الناس انا اشوف بدل ما تحطين هذه خلي هذه احسن في راسك فوق راسك لحظه شوي راسي امسكي شوي امسكي شوي لحظه بالله حبيبي مع كلام والله استفدت بجيب تعال 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 اعطيك العافيه انا امسكي شوي لا والله شوي بس يعني خليك ماسكه راس امسكي كذا شوي سوي لك اليوم احلى فلتر احلى فلتر لا شايفني نزل عندي نزل ليلى نزل يدك نزل يدك لحظة شوي مسكيها بس كذا ايوه يا سلام عليك نباك تسولفين في القصة تعطينا سواليف في القصة وانت قاعدة تقولين الفلتر هذا فلتر حق بنوتات حق بنوتات يلا جلسي الله يعطيك العافية شكرا لا بعد من حالة احسن يلا جلسي كملي قصتك يلا من عندك قصة يلا امشي لك كذا بس ايه يلا لا افتح المايك اول شيء قبل افتح المايك لا لا افتح المايك يا رند يلا كان في ايش؟ كان يعني في بنتين ايه واحده اسمها سلمى واحده اسمها دانا حلو وقاعدين يتمشون يقطفون زهور ورود فراوله وكانوا جايعين حلو وكان ذكر الفراولة بس انه وسخة يعني ما في موية وشافوا بيت يطلع منه بخار يعني من هذاك المربع حلو وده وراحوا له دق الباب واللي دقوا عليه هذا الباب يعني اللي سووا كذا اللي سووا كذا كذا ذا فتح الباب وهذا اللي فتح الباب هو حرامي مو حرامي قصدي عجوزة عجوزة شريرة ودخل وقالت هلا مسوي نفسها انها حلوة يعني حبيبة مو بعجوز شريرة ودخلت سولت لهم اكل ثم ناموا قالت ها 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 سوا وقت غداهم ثم قاموا
ثم وحدة وثم وحدة قامت سلمى قامت منهم قالت تقطف فروض. يوم رجعت قالت ها جايب معها سكينة. ثم انحاشت قالت سلمى قالت سمي قستي مدانة ذيك قالت قومي قومي خلاص لا ومشت مشت وجاء رجل ثلج كبير طح على العجوز وماتت في النهاية. يا سلام عليك. وانت يا ميرال يلا يلا ميرال يلا دي قصتكم يلا. كل مجموعة مؤدبة راح تاخذ وقت. على الكاميرا على الكاميرا. يلا. كان يا مكان. يلا. كان في القديم الزمان. حلوين. كان في بنت اسمها في أم اسمها مرايا. وفي وفي رجال اسمها فراشة. وفي بنت اسمها وردة. كان ذيك كان ذيك البنت قالت كان راحت مع صديقاتها واستانست بعدين طاحت وتصيح تصيح بعدين راحت كلمت لأبوها بعدين راحت كلمت أبوها قالت أبوي أنا طحت وصدم وقال طيب هذاني. وفي رجال اسمه عبد الله هو مرة شرير كرة وردة كذا ليش وقال عبد الله جاء عبد الله جاء بيوديك لما المستشفى وبدن جاء ووداها لما الجبل وداها لما الجبل وخلاها وراح بعدين خافت 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 وبعدين طلعت برا الجبل بعد ما طلعت برا الجبل لقيت باب بيت مهجور ايه بعدين دخلت وان دخلت لقيت رجلات مقطوعات لا ولقى وبعدين قطع وفي رجل قطع رجلها مقطوع رجل وقاعد يكلمون قاعدين يقدرون يكلمون وقالت ورود قالت انت مين قالت انا اسمي ام ابو رجلان بعدين صاروا صديقات مع بعض بعدين كلمت ابوها قال انت قال تعال خدني قال انت وين انا بيت محجور قال وين المكان قالت روح سيدا بعدين لف بعدين تلقى وجهك وهو مهجور وجاء قال عندي صديقات جديدات قال مين هذا هو الرجلين المقطوعات قالوا ايش اسمه اسمه ابو رجلان قال مين يقدر يكلم قال طيب ابو رجلان كلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم فراشة بعدين ونروحوا لما البيت جاء معاها قال لابو لا بعدين ابو قال خلاص انا بغير اسمي صار يحب اسمه عين لا اسمه يحب صار اسمه تاج كذا لا صار اسمه تاج بعدين وصار اسمه تاج راحت طلعت البنت بدون تعلم ابوها ولا امها وانطلعت راحت لما الجبل ايه بدون تعلم ابوها ولا امها وطلعت لما الجبل وان راحت الجبل نسيت شيء من حقتها اغراضها تقول وين الدورة وصل نسيتها في البيت المحجور نهاية ما شاء الله طب الحين الحين مع راند احكي لنا قصة قصدي احكي لنا مشارك يعني انشودة انا عندها انشودة وش يلا قوليها خلو مع الحركات طبعا غير انشودة غير عادي بس عادي زي هذيك مدري مدري حق سبنجل يلا عطنا عيدي عادت عليك
اوكي احنا ذكر حلو والله حلو. العطونا عيدي عادت عليكم في حال الزينة والفرحة فيكم، عطونا عيدي عدد عليكم أحلى في حال الزينة والفرحة فيكم، جعل الفجر دم يدخل عليكم، جعل الفجر دم يدخل عليكم، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. بس بنا عرايش وشباصات مناكير وفساتين احلى ما ناقل ديني ايش اسمها يربي احلى ما عند البنات عرايش وشباصات مناكير وفساتين احلى ما هو بالحياة. لازم مع الحركات. اي حركات؟ يلا يلا قومي عادي، ما عندي حركات. يلا عاد تسوي اي شيء خربت كذا. عاد يلا اسمه شولتها مناكير وفساتين شس عادي منكير ما ادري بس يلا عادي. مناكير وفساتين تحلى ما هو بالحياة، تحلى ما هو بالحياة، شب 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 شباصات 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 اي تو 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 تمام ورد كل عيد شكلني الخش هنا الخش. هاي يو السلام عليكم فرات ميران منديهم. والحين بغنيكم أغنية. هذا العيد فرحنا، هذا العيد فرحنا، كشخنا لبسنا، هذا العيد فرحنا، كشخنا لبسنا، دلولا شغل عظم ضروا يا دلولا شغل عظم ضروا يا مريومة تبسمين وش هالزين، مريومة تبسمين وش هالزين. بس خلصت كذا يا دي طالعة أحبكم. أوف. قبل ما أروح لازم أسلم عليكم. باي باي لاحقني شوفي لاحقني شوفي 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 هاي هاي الكاميرا علي 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 انا حلو. لا لا سوي عرض الزي. يلا انا انت اول انا اول وحده عشان امسك وخني يلا داري داري استني خالاتك جود ونورة انت تبكين وتنقهرين ليش؟ انا يعني ودي يعني ان هي ما تصور اي وحدة غيري وانا ما ابي اصور ولا ابيها تصور اي ولا ابيها تصور اي احد ثاني غيري. طيب يا فرات يلا انت الحين جاوبون عليها اول سؤال لك. انا طيب. انا احبك استحتراف شوي تعالي Wait,
مين راح تعال اصور معاس الجوال؟ ايه انا بعد معي جوالي. انت ايش جوالك ميران؟ ايفون. ايش وريني ايش هذا الراجل شلونه؟ لون ذهبي تعال تعال لا تعال وش عطر تعال كيفس لا الكاميرا هنا مو لازم كيرو فساتين تحلى ما هو بالحياة تحلى ما هو بالحياة كل الشيء كل لا شباسة لا 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 تحلى معهم الحياة تحلى معهم الحياة الدنيا كلها ودي تبقى باللون ودي هذا لون البنات واحلى شيء عندي واحلى شيء عندي احلى شيء شوف تلاحقني الكاميرا لانها تحبني شوف تحبني موت شوف تلاحقني يلا تعالي خلي شوف لاحقني انا شفته لا تلاحقونها احب موت موت خطهم ربي يخليه كل جمال الدنيا فيه ومعه احلى حكايات كل واحده فيهم شطوره دلوعه وحلوه اموره ومعه تكتمل الصوره يا بهجه كل الاوقات بنوتات مع بنوتات بنوتات بنوتات.